اليوم آمي رح تشوف رسالة رفض الطلب اللي انبعتت وتعرف كل الحقيقة. الدكتور هارش جوشي بورا موتو ما كان مجرد حادث بس لأنه انتحر بإرادته. يعني بابا انتحر؟ إيسان جاي قلي ليش دائق لي؟ يمكن وصلت الرسالة اللي عندك وآشيش طلبها. رسالة؟ ومن مين هي؟ رسالة الرفض مبارح بعتتها الشركة وآشيش خبرني إنه بده إياها هلأ. لحظة شوي، أنا ما وصلتني أي رسالة. عن جد؟ بس أنا حكيت معهم وقالوا لي إنه بعتوها من مبارح. أكيد هلأ وصلت. طيب اسألي اللي بالبيت، بركي حدا فيهم استلمها. طيب رح أسألهم. شكراً. يا فينال رد علي. ايه انت استلمت شي رسالة؟ وصلت بس ما أخدتها لأني مو من العيلة. لكان مين يلي أخدها؟ أخدتها آمي، هي هلأ معها. روحي اسأليها. روحي. ما عم أقدر صدق إنه بابا ممكن ينتحر. وليش؟ آمي 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 ماما. ايه بنتي؟ ما حدا بيعرف البابا أكتر منا صح؟ وإذا حدا حكى عنه أي شي ما منصدقه مو؟ مزبوط؟ كل شي مكتوب بهالورقة مو صحيح، ما تصدقي شي لأنه كذب. ايه؟ أصلاً هن ما بيعرفوا لبابا لهيك؟ لا تصدقي أي شي بتقري. ايه؟ ما رح صدق شي. ماما بتعرفي شو كان يقلي بابا من زمان؟ الشخص يلي بده يعيش ما لازم يخاف ابدا. شروتي مرحبا. اهلين. شوفي. ايه عرفت انت لقيت الرسالة؟ غلط، لانه اخدتها بعد ما قرتها بنتي آمي. عن جد؟ ايه. انت عم تضحكي علي كأنه سانجاي تعرف انه هي فاجأتني. لحظة، معناها آمي ما كسرت شي اليوم، ما عصبت، ما هربت، وما كذبت كمان. مو معقول. بس بتعرف شغلة؟ عن جد أنا ما عم بستوعب أبداً إنه آمي صارت كبيرة وواعية. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.